ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الخميس مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بنقل عدد من الحراقة على متن يخت من مدينة مليلية المغربية المحتلة، ولم يكشف مصور الفيديو إن كان هؤلاء الأشخاص يقومون بنقل المرشحين للهجرة السرية صوب الضفة الأوروبية انطلاقا من سواحل مليلية السليبة أو يقومون بإبعادهم من الثغر المحتل. وتحدثت صحيفة الفارو دي مليلية عن الموضوع إذ قالت إن اليخت اختار مكانا معزولا وذلك بعيدا عن أعين الحرس المدني الإسباني، وبين الشريط أن غالبية الشباب الذين ركبوا القارب يتحدثون الأمازيغية، وهو ما يبين أنهم ينحدرون من إقليم الناظور. غير أن الفارو دي مليليا كشف عن أن سائق القارب بدوره أمازيغي، وحسب بعض التقديرات فإن عدد الأشخاص الذين ركبوا القارب يقدر عددهم بحوالي 30 شخصا، ولم تصدر السلطات الإسبانية بمدينة مليليا أي بلاغ رسمي في الموضوع تتحدث فيه عن القارب ومحاولة الهجرة غير المشروعة. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية.